نرحب بكم، نرحب بكل اللي راهم يشاهدوا بنت نوال. بنت نوال دائما تنوع في اطباقها، في كيفياتها، حتى في حلوياتها. من الحلويات تاع اللوز، من الاطباق، اليوم راح نديروا كيفيه اقتصاديه اللي هي حلويات الجافه المعروفه لي غاتو سيك. غاتو سيك هذا سي سيتروني، راح يكون فيه البنه تاع القارص. عندنا لهذه الكيفيه فرينه فاكولتاتيف، يعني ما عندهاش كميه محدوده. عندنا 125 غرام تاع مارغارين ولا زبده واش عندكم. عندنا ربع مغارف تاع غبره الحليب، ربع مغارف تاع سكر كريستاليزي ولا سكر غلاس كيما حبيتو. عندنا ربع مغارف نفس الكميه راح تكون نوات كوكو مرحي. اذا كان جديد تقدروا تستعملوه، اذا كان شويه يعني عنده بزياده واحد شهر ولا شهرين تقدروا ترحوه، دو بريفيرونس ترحوه خاطرش راهو ضربوا الهواء، لكن اذا كان جديد تقدروا تستعملوه ديريكتومون. هنا عندنا الحلقومه، البنه تاع القارص. حلقومه هنايا كما راكم تشوفوا هي اللي راح تمد لنا البنه تاع القارص. حبه بيض في هذه الكميه كامل نحتاجوا حبه بيض. عندنا خميره مغرفه تاع صغيره يعني تاع قهوه، وعندنا هنايا لافاني. لافاني تقدروا مام هاد لا غوسيت تزيدوا لها لو زاز دو سيترون، اللي حب بنه القارص بزياده يقدر يزيد لها لو زاز دو سيترون. مي انا نشوف الحلقومه قارص راح تمد لها البنه الكافيه اللي تحتاجوها وتحسوا بها تاع القارص. اول شيء لازمنا ان ريسيبيون، ونبداو دائما كما تعرفوا الزبده والسكر والمواد الجافه هي اللي نسبقوا فيها لي برودوي سيك. نديروا الزبده ولا لا مارغارين، نزيدوا معاها السكر، نخدم كلش باش نزيد لا سويت اللي راهي قدامكم. هنا دو بريفيرونس دائما لا مارغارين ولا الزبده تكون طريه باش تعاونكم في الخدمه، ما لازمش تكون من فريجيدار ديريكتومون تجبدوها وتخدموا بها. كي نحسوا كامل هذاك السكر دخل في الزبده ولا خلطه وحده، نزيدوا غبره الحليب، ندخلوها تاني كانا كيما درنا للسكر كامل في الزبده حتى تولي ميلونج واحد. نزيدو لانوات كوكو، انا هنا ريحتها، وانتم كما قلت لكم اذا كانت جديده ما تقدروا ما ترحوهاش. نزيد الحبه بيض، هنا نقدروا نستعملوا هذا لو ميلونج نديروه في البيترا بروميير فيتيس كيما نقدروا نستعملوا يدينا، وحنا معروفين كل حاجه نخدموها بيدينا وبنتنا في يدنا. هنا واش راح نزيد الفرينه، بسم الله ندير ونشوف، وكي ندير نزيد نحط معاها لافاني، ونزيد نحط معاها قلنا مغرفه صغيره تاع الخميره، نخلط. دائما ما نسربوش وما نسرعوش وما نديروش كميه كبيره تاع الفرينه، اذا جاتنا يابسه مش راح يكون ان غاتو سيك بنين. هنا نزيد شويه، دائما لي غاتو ساك ما يتعجنوش، نلموهم بالفرينه لكن ما نعجنوهمش، لان عجنوهم راح ماده الجلوتين المعروفه في الفرينه تخرج وراح يمد لنا. احنا الغاتو دائما لازم يكون مطموم برك، لكن اذا حبينا نعجنوه هذاك في الخبز، لان ماده الجلوتين كي تخرج
وتحيا بعد ما نعجنوها راح تمتلنا هذاك القوام اللي دائما نعرفه إلاستيك. الوغ هنايا كما نشوف لاباط تاعي راهي مليحه، تحتاج كميه واحده اخرى تاع الفرينه. انا نسلك برك يديه ونعاود ندير لاباط بابي فيلم ونخليها تريح 5 دقائق ونعاود نولي لكم باش نشكلوها على شكل هاد المول اون سيليكون اللي راهو قدامنا. راجعين بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد لاباط تاعنا مرتاحت ودرناها بابي فيلم ولا ساشي دو كونجيلاسيون راهي قدامنا. عندنا الحلقومه اللي مازال تسنى فينا، واش نديرو؟ دائما اللي عندك ميزان تستعملي ميزان، اذا ما عندكش ميزان تستعمليها عينك هي ميزانك. عندنا لاباط، ناخذ كميه مقبل نجيب موس. نقطع الحلقومه شحال وانا حبيت، يعني حبيت دي مورسو كبار صغار كيما تحبوا. الحلقومه هذه بنتها بنت القارص، وما يخفى لكمش كي تدخل الفوق راح تدوب، وكي تدوب راح تمد لنا البنه تاع القارص بنت الحلقومه. مام كيما قلت لكم من قبل، اللي حب البنة تاع القارص بزياده يقدر يدير لو زاز دو سيترون في لاباط. هاني قطعتهم دي كاري، اذا درتو حلقومه واحده اخرى بنة تاع تشينا راح تبدل لكم الكلاصاج في لافا، يعني هنا الكلاصاج في الاخير. واش راح نديرو له؟ نديرو ان كلاصاج جون بسيترون. لا درتو حلقومه واحده اخرى تقدروا تبدلوه في لا كولور وفي البنه تاع الكلاصاج. هنا المول تاع السيليكون او قدامي عندي لاباط، بعد ما نشد منها شويه ندير لها حفره، الحفره هذيك نعمرها بالحلقومه ونحطها لداخل. كي تكون شويه بزياده نحيها، نمد دائما لا فورم تاع المول. وهنا دو بريفيرونس لاباط تكون شويه طريه بزياده، ما تخافوش على لا فورم، المول تاع السيليكون راح يخليها تشد لا فورم. دائما الحلقومه لداخل وداخل المول، ولا شتها شويه ناقصه نعاود نزيد لها شويه تاع العجينه باش يجوني على حبات. قلنا هذا اللي ما عندناش ميزان، تستعمل عينها هي ميزانها والطريقه اللي ندير فيها. نزيدو لي مول اون سيليكون، ما درنا لهمش لا زبده لا زيت لا فرينه، ما يلصقوش. دائما الفور يكون شعل من قبل، انا ني شعلته وخليته يسخن. جميع الحلويات اللي نديروها لازم الفور يكون شعل من قبل، مينيموم 10 دقائق ربع ساعه على الاكثر. يعني هنايا نكمل الحلقومه، لازم كامل تكون داخل كل حبه. الحلويات الجافه مع الوقت بدينا ننوعوا فيها، كنا نعرفوا زمان الطابع يعني مازالوا محبوب ومازالوا يديروه في الأعياد في المناسبات. حلوى جافة كي نقولوا عليها جافة يعني حلوى اقتصادية، تقدروا تديروها ما تكلفكمش. نزيدوا حبة الأخرى. انا نحب لاباط تكون شويه يعني كولونت باش في الاخير بعد ما تطيب حتجي بزاف بنينه وحتجي طريه. كملت لو مول تعمر،
لازمنا سنيوه اللي تدخل الفوغ، نديرو في الفوغ. كما سبقت قلت لكم الفوغ دائما يكون شاعل من قبل مينيموم 10 دقائق. هنا الفوغ تاعي راهو سخون، درجه الحراره دائما بور لي غاتو ساك تكون درجه حراره متوسطه اللي هي 180 درجه. الوقت الطياب ما كاش وقت الطياب، كل وحده تعرف الفوغ تاعها، لازم تاخذ اون تري بال كولور دوري، يعني ماشي بزاف فونسي لكن لازم تكون شويه حمراء، والغاتو تاعكم راح يكون واجد. كيفيه اللي درناها في الفوغ ما علينا غير نصبروا عليها، اللي كانت هي لي سيترونيي بنت القارس ان غاتو ساك. نعاودوا نولوا بعد الفاصل بعد ما يكونوا طابوا نديروا الديكور تاعهم واش راهو يستنى فينا. الطليه حتشوفوها بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد ما الحلوه تاعنا طابت، ها هي قدامكم. خدات اون تري بيل كولور دوري وراهي بارده، لان كي نستعملوا الطليه لازم الكاطو يكون بارد ما يكونش سخون. الطليه تاعنا واش نحتاجوا فيها؟ لو سوكر غلاس حاجه باينه، عندنا هنايا جو دو سيترون مقدار مغرفه زوج ثلاثه، نتوما وتحبوا لاسيديتي يعني البنات تاع القارص. عندنا لا كولور جون ديروها باش تمدلنا اون كولور تاع القارص، وعندنا بياض حبه بيض. انا ما درتش البياض تاع حبه بيض كامله، درت شويه لاني ما نحتاجش كميه كبيره. نستحتاجوا ان ريسيبيون، نديروا واش درنا، جو سيترون، بياض حبه بيض، تجي مغرفه، ندير شويه تاع ملون جون ونشوف. نخلط حتى نشوف لا كولور دابت وتحلت باش ندير لو سكر. جيب مغرفه كبيره، ندير بشويه، كما راكم تشوفوا. واش لازم نديرو؟ نديرو الماء والسكر حتى نتحصلوا على كونتيتي اللي حبيناها. انا عندي هنا شويه ماء، ندير شويه ونشوف، نزيد السكر، ونقعد نخلط حتى لا كونتيتي اللي نحتاجها نشوفها، اللي حطت لي شحال من حبه باش نعرف نحبلي تما اللي نعرف بلي نحبس. هنايا تاني نزيد شويه ماء ونزيد شويه سكر، نخلط. هنا في هاد الطليه هادي نقدر نزيد شويه يعني مغرفه تاع زيت باش تجي الطليه تبرق، مي انايا حبيت نخليها غير بجو دو سيترون اللي درتو. جو دو سيترون هذاك راح يمد لنا ثاني اون بريونس، نقدروا نستغناو على الزيت. الطليه تاعي رقيب توجد، نزيد لها واحد زوج مغارف، دائما كل ما تجيكم الطليه شويه يابسه زيدوا لها شويه تاع ماء، يعني جروها بشويه تاع ماء. راهي قريب توجد، خلطوها مليح، زيد لها قطيره برك باسكو جاتني شويه ناشفه، حاجه قليله. لا كولور ما نزيد لهاش، جون اللي حباتو. هنا تحصلنا على طليه كي نشوفوها هكذا نقولوا ثقيله، كي نديروها فوق الحبه راح تحبط.
هنا لو سكر ما نحتاجوش، سي بون كملت به. الماء لا كولور غانا، لازم لنا اون غري، الحبات تاعنا راهم هنا، حطوهم فوق لا غري، نقدروا نديروهم لداخل ونحطوهم فوق اون غري باش يطيح زياده، كيما نقدروا نديرو غير من الفوق بالحبه هكذا. ولي يحبط كامل نغوكوبيغيوه ونعاودو نطليو به. نزيدو لا دوزيام، ودايما كي نديرو الطليه دايما اون سوكوس لا غري تاعنا باش يتنحى كامل الزياده تاع الطليه، والحبات تتغطى من كامل لي كوتي تولي ما تبانش. فوالا كيما راكم تشوفوا طلينا الحبات تاع الكاتو سيك راهم امامنا، نخلوهم حنا ينشفوا باش نعاودوا نولوا ان شاء الله وندير لهم لا ديكوراسيون اللي راح تكون بلا بات داموند، لا فورم تاع حبه قارص من الفوق. بقاو معنا راجعين بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد ما الحلوة تاعنا طليناها ونشفت، راهي امامكم هاهي راهي ناشفة. عندنا لاباد دامونت اللي قلنا عليها، نقدروا نوزنوها نقدروا نديروها كيما حبينا، كبيرة صغيرة. هنا راح نديرو حبات قارص صغار مينياتور. عندنا لازم دايما لابالا تاع ديكور هادية اللي نستعملوها باش تمدلنا لابو دورونج ولا لا بو تاع سيترون. ها هي هنايا بعد ما جوزناها في لاباليت ديكور راح نمدلها الشكل تاع حبه قارص. عندنا هنا نبانسيو وهنا لا ميم شوز بصح لكن من دو كوتي باش تمدلنا شكل تاع حبه قارص. نزيدو لا دوزيام. هاد لا باليت ديكور نديرو بها القارص، نديرو بها لا فريز. فوالا نزيدو نعاودو لا ميم شوز، نبانسيو من نزيدو لوتر كوتي. لوتر كوتي لازم مدو من الفوق ومن تحت، يعني اون بانس من دو كوتي. بعد ما شكلنا الحبه قارص عندنا الوراق، الوراقي نديروهم لا بات دامون نفسها بصح واش راح تكون في الفيغ، نديروهم بيدنا واللي عندها مول تقدر تسمع تستعمل المول. كي نستعملوا الوراقي كيفاش نديرو؟ عندنا اون بيت بول اللي نديروها ما بين صبعتينا نبلاطيوها ومع ذاك نجبدوها ونمدولها لا فورم تاع ورقه. هاد لا فورم تاع ورقه راح نديروها وين بانسينا لي دو كوتي. نزيدو حبه دوزيام. هنا مازال ما كملنا الحبه تاع القارص، واش راح نديرو؟ عندنا لي كوت سوريز. لي كوت سوريز نقسموهم على زوج اذا كانوا طوال، ونستعملو وحده وندخلوها وين الورقه كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما كملنا وشكلنا حبيبات تاع القارص مينياتور صغار، عندنا هنايا الحبات تاع الحلوه ولا تاع الكاطو تاعنا نقدروا نديروا دي غيور بالكلاصاج نفسه بعد ما تنشف، ونقدروا نخلوهم سامبل كيما راهم. هنا بعد ما درتهم واش راح ندير؟ نلصقهم من الفوق كيما راكم تشوفوا.
اذا كانت لاباد داموند تاعكم اطريه حتلصق لكم فاسيلمون. اذا كانت لاباد داموند شويه ناشفه ضربها الهواء ولا كثرتوا فيها لو سوكر غلاس راح تنشف حتشد لكم ديفيسيلمون، يعني ما تشد لكمش فاسيلمون فوق الطليه. هنا واش حتستعملوا؟ قطيره تاع الطليه ولا بيضه تاع حبابيض باش تلصقوا بها الحبه تاع القارص. كما راكم تشوفوا الحبه تاع القارص راهي باينه، راهي فوق الكاطو اللي درناه بيان سور بالحلقومه قرصه. عندنا حنايا كميه كملناها وزيناها وراهي تسنى فينا، لكن حتشوفوها على طبق تقديم بعد الفاصل. حلوتنا هذا اليوم كانت جاتو ساك اللي درناه بالبنة القارص وحلقومة، وحتى الديكور كان باللابا داموند شكل تاع القارص. هاد لي سيترونيي يليقوا بزاف مع قهوة حليب، حتى يعني مناسبات صغيرة كيما لي زانيفيرسير أعياد تقدروا ديروهم. كيفية بسيطة وسهلة واقتصادية، درناها غير بشوية فرينة زبدة كيما شفتوا، حاجة بسيطة اللي كانت زيادة فيها غير لاباد داموند اللي شكلنا بها وعندنا الحلقومة اللي كانت للداخل. هذه الكيفية هذه كما قلت لكم، الحلقومة اللي يحب القارص يخلي غير الحلقومة، واللي يحب القارص بالزيادة يدير لها ميم جو دو سيترون اي لو زيس دو سيترون باش تمد لنا البنة تاع القارص بزيادة. الشكل تاعها كما راكم تشوفوه ان شاء الله يكون عجبكم. كيفيتنا كانت سهله وبسيطه وان شاء الله تجربوها. ما عليا غير نقول لكم نتلاقاو في حصص اخرى حلويات واطباق اخرى كما عودناكم، وان شاء الله تكونوا في الموعد. ما عليا غير نقول لكم احلى ختام واغلى كلام في برنامج نوال هو دائما السلام. السلام عليكم.